كل حد في يعني من اللعيبه يعني بيبقى فيه اللي هو ايه المدرب اللي عمل الطفره في الاداء بتاعه. يعني لما تلاقي مثلا تكلم مثلا فلان يقول لك والله انا الكابتن ده اللي عمل اختلاف كبير جدا في الاداء بتاعي، سواء على الصعيد بقى الفني او الصعيد النفسي. مين الكابتن او المدرب الكوتش اللي عمل الطفره في اداء كابتن سيد فريد؟ بالنسبه لي انا، عشان انا لعبت مع مدربين كتير طبعا في سموحه وفي الاتحاد، فانا كان بالنسبه لي اللي كان بيفرق معايا جدا في شخصيتي كابتن حلمي طولان. يعني كابتن حلمي طولان من المدربين اللي لها فضل كبير جدا عليا، مدرب طبعا لا اختلاف عليه. هو بيشتغل نفسي كتير قوي مع اللعيبه، جدا صح جدا كده، مدرب قريب بيعرف، من لا بيعرف يتعامل مع اللعيبه كويسه جدا، وبيعرف يطلع اللي هو عايزه من اللعيبه، يعني انت فاهم. وفي مدربين اجانب انا كنت بحبها جدا برضه، زي يعني في مين؟ زي فييرا اللي جه ماسك الزمالك طبعا ومسك الاسماعيلي، ده بالنسبه لي كان مدرب هو اللي عرفني معنى كلمه مدافع يطلع يجيب جوان يعني ايه. يعني كان في مدربين مصريين تخاف ان السرد اتنين سرد باكات يطلعوا يلعبوا بدماغهم، لا ده الوحيد اللي كان يطلع يا سيد انا عايزك تجيب جون. وفعلا هو فعلا كان كان بيديني، بيمرنك كان على بيمرني الهيدر. ده طول الاسبوع، طول الاسبوع لازم تمرين. وبفضله بصراحه لا كنت بجيب جوان، جون واتنين في الماتش عادي يعني. وكنت اوقات كتير جدا بعدي الفراوده في الترتيب الاجوان، اوقات كتير جدا كنت ببقى هداف الفرقه، فدي فرقت معايا علتني شويه ان انا سرد باك بعرف اجيب جون، ودي من قليله جدا في مصر، السرد باك اللي بيجيب جون قليل جدا في مصر. فسرد باك بيجيب لك اجوان بالنسبه للمدير الفني هو مفيد عن الفيرويد. احنا لسه بنتكلم على موضوع المدراء الفنيين والمدربين. مين المدرب اللي موجود في الدوري المصري اللي شايف ان اداؤه فارق مع اللعيبه بتاعته، انا سواء اجنبي او مصري يعني؟ كتكتيك واداء ولا نتائج؟ لا خلينا نتكلم على الاداء والتكتيك. انا يعني النتائج في دي مدربين حاجه كويسين بتبقى جدا اداء وتكتيك. انا بالنسبه لي يعني انا عاجبني الكابتن عبد الحميد بسيوني جدا، اداؤه والروح اللي موجوده في الملعب، ان هو بيعرف يكسب وماشي كويس جدا، ماشي ترتيب ثالث الدوري. في مدربين كتير جدا بتأدي، عندك كابتن احمد سامي برضو بيأدي مع سموحه بشكل كويس جدا، كابتن برضو طارق العشري برضو انا يعني انا من وجهه نظري ان عامل طفره في الاتحاد من زمان قوي انا ما شفتهاش. في مدربين كتير جدا يعني. طيب مارسيل كولر الموسم ده والموسم اللي فات في تباين في هنقول النتائج بتاعت النادي الاهلي، شايف ده يرجع لايه؟ ما نجيش نقارن موسم فات بموسم حالي، بمعنى ان الموسم اللي فات خلاص هو خد بطولات والفرقه كانت ده بحاله كلام كويسه. الناس العاليين يا كابتن سيد، ما انا بقول بس لك الجمهور مش بيعمل كده. انا انت شفت بكلم المشاده اللي حصلت انا ما بين بكلم انا انا مش بتكلم بصفه الجمهور، انا بتكلم بلغه لعيبه الكوره، ان انا فرقه السنه اللي فاتت واخده بطوله واثنين وثلاثه واربعه، انا العلامه الكامله يعني بالظبط تقريبا. كده اللي هو انت كان معاك التيم في احسن فورمه ليهم، ادائهم مختلف عن السنه دي. فالطبيعي في فرقه بتبدا اول السيزون لا طول السنه بتلاقيها فايقه، السنه دي الموضوع مختلف، انت ممكن تلاقي الفرقه الاهلي فايق في ماتش وماتشين لا، تلاقيه كويس جدا في ماتش ومكسر الدنيا والماتش اللي بعديه لا. فدي برضو مشكله برضو موجوده، انا يعني شايف حلها ان موضوع كتر الاستمرار اللعيبه في الماتشات الرسميه لا هتفيد المدير الفني، ان هو لو طول ما هو بيلعب اللعيبه اللي بره واللي جوه مع ما هو بعض. ده ما يقال عليه اللي هو الروتيشن، اللي هو كان الناس او الجمهور كان بيعمله السنه اللي فاتت. بيطالبوا بيه السنه، لا مش السنه اللي فاتت، ايام موسيماني، بيتسو موسيماني، كانوا بيطالبوا المدير الفني للفريق بانه يعمل روتيشن، عشان هو كان بيعتمد على قوام اساسي ما بيغيروش. فهذا القوام الاساسي ده مع مشاركه نادي الاهلي في 500 بطوله، فلقينا المردود البدني للعيبه وقعت. انا بقول لك قليل. جه مارسيل كولر وقال لا انا هحاول اعمل روتيشن، الناس قالت والله لا، ما هو الروتيشن ده اصبح ان هو بيأثر على النتائج. ف بالظبط
نعمل روتيشن ولا ما نعملش دي يعني. دي مش بتاعه الجمهور ولا دي المدير الفني اللي هو شايفه صح هيعمله. ليه بقى؟ انا شايف حاله لعيب عندي كويس جدا مش هقدر اغيره وشايف ودي المشكله اللي انا اتكلمت فيها الاول. طول ما انت معاك اللي بره كويس واللي بره خالص جامد هيعمل روتيشن في اي وقت، لكن لو انا عندي اللي بره مش كويس مش هقدر اعمل روتيشن. فدي مشكله المدير الفني، هو اللي شايف، هو اللي شايف قدامه اللعيبه دي انا بعرف اجهزها. ما بقى في مدربين كتير جدا بتعمل ماتش الرسمي تاني يوم بيبقى فيه ماتش ود للناس اللي ما لعبتش. ليه؟ عشان ياخد نفس الحمل اللي لعب اللعيب الاساسي فيوصل الاثنين في مستوى واحد. في مدربين ما بتعملش الماتشات الوديه فمستحيل الاثنين لعيبه هيوصلوا في مستوى واحد، اللي كان قاعد احتياطي او الاساسي. الاساسي على طول هيبقى مستوى ثابت وكويس جدا، اللي قاعد بره مستحيل هيوصل للمستوى اللعيب الاساسي. فلما تيجي تنزل اللي بره هو كمدرب خايف يعمل روتيشن، هو خايف ينزله.